مع عصر السرعة وحب الناس لنزول الوزن بشكل سريع وبالذات النساء، هذا عشان أراضي دكتور أحمد، وايد ناس صاروا يتجهون إلى طرق خاطئة للأسف في استخدام بعض الأدوية وبعض الطرق للحصول على وزن مثالي بأسرع وقت. فإحنا اليوم راح نتكلم عن هذا الموضوع، عن رأي كل واحد فينا بخصوص أدوية التخسيس وفكرة النزول السريع، هل مع أو ضد؟ دكتور أحمد. طبعا شكرا دكتور انتصار. بداية نتفق أن السمنة هي أم الأمراض، صحيح، وأن حتى زيادة الوزن يمكن لها أخطار على الصحة. فالسؤال شلون نصل إلى وزن مناسب؟ طبعا أنا ومدرسة الدكتورة وجد نفس يعني حلقة اليوم، إحنا على مدرسة طبيعية أن إحنا نغير نمط حياتنا ونغير يعني السلوكيات الخاطئة اللي سببت هذه المشاكل. أنا اعتراضي على أدوية التخسيس أو إبر التخسيس أن الناس يلجؤون إليه كخط أول. أنت قلت دكتورة العنصر النسائي العنصر الرجالي، أنا أظن بالإبر الحديثة كأنه تساووا يعني الاثنين في بالإقبال عليها. المشكلة أن الحين صايرين مع عصر التكنولوجيا والسرعة كل شيء قاعد ناخذه كهبة. أنا باعتقادي وكمراجعين يون ويتصلون ويسألون وايد مرتفعة موضوع أن السؤال هل تعطون إبر، هل توصفون إبر، هل توصفون أدوية تخسيس، فهي صايرة مع الهبة. أنا وجهة نظري دائما أقول يا جماعة خلوا الهبة للملابس للمطاعم، لا تخلونها للصحة. الإبر يعني لما يوصفها طبيب أنا ما أعترض عليها، ولكن لما أنا أخذها عن طريق صديقة أو عن طريق سوشيال ميديا أو أحد مثلا مصور قبل وبعد، بس أوكي صح قبل وبعد وصح ضعف أو ضعفت، ولكن أنتم ما تدرون شنو المراحل اللي مر فيها هذا الشخص اللي أخذ هذه الأنواع التخسيس. الحين إحنا مع قبل لا تبدأ تطلع هذه الإبر كان الناس يسوون تكميم، يقصون المعدة أو يسوون تحويل المسار، وهذه عمليات المرضى يحتاجونها عشان سمنة عالية. خلينا نقارنها مع التكميم، لأن التكميم قص معدة ويحتاج بعدها بست شهور ونزول شديد جدا أن المريض يتابع ويحول نظامه الغذائي وطبيعة حياته ويحاول دائما خلاص يرجع حق النظام الصحي والرياضة، وإذا ما التزم يفشل هالتكميم ويرجع يمتن. فترى هذه نفسها أنا بوجهة نظري نفسها لما ناخذ الإبر منعت أن المريض يسوي العملية الجراحية، خصوصا لما يكون نسبة البي ام اي او الكتلة او مؤشر الجسم عنده عالية جدا دهنية، فهو ياخذها ينزل هذا الوزن كله بإشراف دكتور، لأن لا نرجع مرة ثانية نقول إشراف دكتور، لا نقعد ندور يمين ويسار، إشراف دكتور ومع دكتور تغذية. يعني سلمى احنا متفقين على ان العملية هذه احنا مو ضدها، لكن لازم الشخص المناسب هو اللي ياخذها تحت إشراف طبيعي. ولازم يعرف سواء سوى عملية أو تفادى أنه يسوي العملية وراح قال أنا باخذ الإبر، في كل الحالتين إذا ما عدل سلوكياته الغذائية راح يرجع فهو وأسوأ ما كان، والمشكلة أنه راح يظل بسيركل أنه أضعف ومتن أو صح. يظل طول عمره ياخذ الأدوية. لازم نعرف أن هذه مو مدى الحياة هذه الأدوية. بس الحين لأن صاير الكل قاعد يبيعها وموجودة بكل مكان، صاير قرار لما تاخذين تبين تسوين مثلا عمليات جراحات السمنة لها بروسس طويل، لين تروحين للدكتور وكذا، والدكتور إذا كان طبعا من الدكاترة اللي فعلا ماشيين على البروتوكول العمليات الجراحية فتاخذين بروسس وبعدين بالآخر عملية. لكن الناس صارت تستسهل موضوع الإبرة، يقول أنا أشوفهم يعني عادي قاعدين ماخذين الأدوية من الصيدلية، لا وصف الطبيب ولا حد قاعد يتابعهم، ولا كأن هذه الأدوية لها مضاعفات جانبية. والمصيبة مو كذي، المصيبة أن الشخص مو محتاج، يعني هو كل اللي بينزله كيلوين ثلاثة، ترى الكيلوين ثلاثة يعني ما يحتاج، يبيلها مجهود، يبيلها شوية مجهود، يبيلها تنظم حياتك، تعرف أنت إيش قاعد تاكل وتنظم أمور الأكل، بس ما يبيلها أكثر من كذا. هذه نقطة مهمة، أن الإبرة يعني إيش كذا راح تاخذين دكتور انتصار، أو إيش كذا راح تاخذها شهر شهرين ثلاثة راح تعطيك بوش في فقدان الوزن، بس بعدين إذا مشاكلك الغذائية هي أنا بالدوانية يعني من واقع الحياة اللي يعني اللي يأخذون إبر قبل أن أخذ إبر
اشوفهم ما شاء الله بالعيش يفتحها مشروب غازي سكريات وياخذ الابره عشان تصك شهيته ويصك شهيته كذي تشتغل الابر فيفقد وزنه. زين الحين بعد 6 اشهر 8 اشهر وقفت الابره، اذا انت مخك مبرمج على طريقه الغذاء هذه المشكله راح يعني تظل موجوده. الوزن اللي فقدته هذا قاعد يصير دكتوره اللي يسمونه زقزاق، صحيح تفقد وزن تنزل او تسمونه يو دايتينج. والمشكله بعد الثانيه ان هم مثل مرضى التكميم يصيرون ترى يدورون الاكل السهل، صح يعني هو يصير يعني اساسا ما ياكل بس الشيء اللي ياكله هم غلط. نمله دكتوره انت عدوه السكر، هم يصيرون يعني يشتهون الاشياء السكريه لان اي شيء اي وجبه شويه ثقيله اللي ياخذون الابر راح ما يتحمل سببهم ارتجاع فيلجؤون الى الاكل السكري. المضحك انه من كم يوم كان موجود بجريده القبس مقال انه صراحه ما يحضرني الاسم اللي هو اعتقد صاحب احدى الشركات اللي تنتج هذه الابر التقليدي. تقولي الاسم عشان ما كاتب هو مطلع بتصريح انه هذه الابر ابر التخسيس تنزل نسبه العضل أكثر من نسبة الدهون، فيصير في مشكلة عند الأشخاص. و70% من الأشخاص اللي يأخذون هذا صاحب الشركة ومطلع تصريح بمقاله وانكتبت بجريدة القبس إن 70% من الناس لما توقفها قاعد يرجع وزنها وخسرت عضلاتها، ومن الصعب انك انت مره ثانيه تسيطرين على الميتابوليزم او عمليه الايض لان كميه السعرات الحراريه خليني اقول باخذها انا لمده شهرين او ثلاثه لان وايد استشهيه يعني ماكسيمم يمكن ما يوصلون ل 1000 سعره حراريه اللي ماخذ هذا الابر. لما تبين تردينه انت على نظام غذائي وتضعفينه اكثر شويه او اذا زاد ما تقدرين لان اصلا عند الحرق صار اقل فلها. عشان كذي انا دائما اقول نعالج مشكله نطلع مشاكل ثانيه. هي المشكله الاساسيه اللي دائما تصير حق كل يعني متفقين ان هذه الابره امنه ولها مضاعفات ولكن هذه المضاعفات نادره، عرفوا ان هي مو مدى الحياه ولازم يكون في معاها رياضه وبعد ما نوقفها نكمل مع نفس العائله اللي احنا بدينا فيها، دكتور التغذيه، النادي والرياضه، لكن لازم يعرفون ان في شيء موجود فيها اللي هو الاكتئاب راح يوقف مجرد ان توقف الابره، شيء ثاني ما يتعدل سقوط كبير في الشعر. المشكلة مع دكاترة الجلدية اللي يعانون منها حاليا أن البنات ينزل شعرها وايد لما تروح تبي تعالج وايد صعوبة أنها ترجع لها شعرها كثافتها القديمة، فبالتالي المرضى يعانون من نزول أو سقوط الشعر بطريقة كثيفة جدا ويخسرون من شعرهم وما لها علاج رجعة 100% مثل ما كان قبل. صحيح بسبب سوء التغذية لأن هي خلال هذه الفترة ما قامت تاكل اساسا اكل مفيد ولا حتى تاخذ مثلا فيتاميناتها ولا. الان بسالكم سؤال، تعرفون احد ماخذها؟ بس عشان ابي اسال عن سلوكيات الشخص. انزين نفسيتك تغيرت؟ لا صراحه يعني هي فيها مضاعفات انه يصير فيها اكتئاب بس انا ما صارت معي، بس هي واحده من المضاعفات بس ما حصلت. ايش كثر اخذتيها؟ كم شهر؟ شهر ما كملت شهر واسبوع من الدوز الثاني بس بس وقفتها. انا اعرف اشخاص ماخذينها وهذه وحده صديقه يعني كانت من اكثر الناس اللي دمهم خفيف وانت اصلا تبي تكون معاهم تقعد معاهم لانه وايد دمه خفيف، لما بدات تاخذها تقول انا ضايق خلقي لا حد يتكلم معي، لا انا اذا اضايقكم قولوا لي، صارت نفسيتها تغيرت يعني تحسين ما لها خلق. ترى هذا الشيء يعني هو يصير حتى يعني دائما معروف الامتان دمهم خفيف وبس يضعفون يصيرون شويه ملل. يعني احنا عشان وازع الموضوع احنا انا مع الدكتوره وجد لكن انا احنا مع العلم ومع مع التوصيه الطبيه، الابر هذه معتمده وامنه ولها استخدام، فاحنا احنا رسالتنا اليوم مو ان نقول حق الناس لا تاخذونها لكن نقول اخذوها بالطريقه الصحيحه اللي هي مو نفس انا شفت رفيجتي او شفت واحد من ربعي اخذها باخذ. تروحين الطبيب تشوفين ما في موانع استخدامنا، في بعض الناس اللي عندهم مشاكل يكون بالغده الدرقيه او تاريخ عائلي وسرطاناتها هذول ما ينفع لهم. وثاني شيء تروحين عند يعني تعرفين انت وين زياده وزنك، كم الكتله العضليه، كم الكتله الدهنيه، وبعدين ينصرف لانه ينصرف والجرعه اللي مزيدينها كل
اسبوع او اسبوعين، يعني لازم تاخذين على اساس علمي، ما ينفع التاليف. صحيح، خصوصا المرضى اللي عندهم امراض، يعني اللي عنده سمنه وصاحبه امراض، لما يعالجها نسبه المضاعفات مالت الابر اقل بوايد من انه هو السكر عنده يتخربط، الضغط، الكوليسترول، فبالتالي هذه الابر عالجت له مشاكل صحيه، نفس ما كنا نقول قبل ان التكميم راح يعالج له هذه المشاكل. لكن لازم بعد ما لازم نعرف ان احنا لازم نوقفها، ولازم نسوي رياضه، ولازم في دكتور في النص قبل لا حتى نفكر فيها. وبكذي خلصت فقرتنا مشاهدينا، فاصل وراجع لكم. العديد من الناس يختارون الطريقه السهله والسريعه لنزول الوزن. اليوم راح نتكلم بالتفصيل عن هذه الابر والادويه مع الدكتور احمد اسماعيل، اخصائي امراض السكر والغدد الصماء. حياك الله دكتور. الله يحييك دكتوره، مشكورين على الاستضافه وهذا الموضوع المهم طبعا اللي يهم يعني شريحه كبيره من المجتمع. دكتور، مثل ما قلنا وايد ناس يختارون هذه الطريقه، نبي نتكلم اكثر عن انواع الادويه او العقاقير خلينا نقول اللي يستخدمونها الناس او اللي انتم توصفونها حق الناس لنزول الوزن. طبعا مثل ما قلتي، وفي ناس تتجه حق الخيار السهل والسريع، واحنا ما يعني نشجع على هذا الشيء. دائما نقول ان مرض السمنه هو مرض مزمن، بمعنى لازم تفكيرنا واستراتيجيتنا تكون على المدى البعيد. ما افكر بس اخذ كورس 3 اشهر حق مناسبه ولا حق مثلا عرس ولا شيء وبعدين اوقف، لا، هو مرض مزمن ويعني ممكن يرد. حتى الشخص اللي ياخذ العلاج وحقق النزول اللي يبيه والوزن المثالي، اذا وقف ممكن بعد فتره يرد يرتفع الوزن، فلازم تكون في خطه او رؤيه بعيده المدى. بالنسبه حق الادويه المصرحه للاستخدام فهي يعني محدوده، عندنا احنا اشهرها الابر الاسبوعيه، سواء كان مثلا السمجلتايد اللي هو الاوزمبيك او الويجوفي او المنجارو اللي هي احدث وحده وعليها كلام كبير ونتائج ممتازه، تنوخذ مره بالاسبوع. السابقه لها كانت الفيكتوزا او الراجلتايد تحت الاسم التجاري سكسندا، كانت تنقز مره باليوم، معدل نزول الوزن المتوسط كان 7%، الاوزمبيك او السمجلتايد 15%، والمنجارو 22 الى 23%. طبعا هذا على المدى البعيد، هذه نقطة لازم نوصلها حق المراجع. شنو تقصد المدى البعيد؟ يعني مثلا دراسة نزول الوزن مع إبرة المونجارو صارت على سنة وشوي، سنة وشهرين. فلما أقول حق المريض متوسط نزول الوزن 20-22%، لازم يكون واعي أن هذا مو خلال 3 أشهر، مو خلال 6 أشهر، على المدى البعيد. وبالتالي التدرج بالعلاج مهم، يعني نبدأ بالجرعات الصغيرة ثم نصعد تدريجيا لتفادي المضاعفات، لتفادي الاحساس باللوعه واللي هو اكثر شيء الناس تشتكي منه، يعني اضطرابات في الجهاز الهضمي. فالتدرج بالعلاج واخذه على المدى البعيد هو اللي فيه. تمام دكتور، عندي انا الحين بس اسالك شغله. انا قبل كنت سامع في حبوب تزيد الحرق. اي يعني ناخذ الحبه، صح، عندنا الميتابوليزم يشتغل بشكل قوي ونضعف، وفي حبه يخلي الدهن ما يمتص الجسم. زين، هذه شنو نفسها؟ فرق غير عنها؟ شنو الفرق؟ طبعا لو نرجع 30-40 سنه ورا كان الشغل والهدف كله على زياده الحرق، فكانت الادويه هذه اللي تحتوي على مشتقات الانفيتامينز او الكافيين بجرعات عاليه، بل حتى مشتقات حبوب الغده، هرمون الغده. بس الفكره هذه تخلى عنها الطب. ليش؟ لان صارت مضاعفات، مثل شنو؟ عدم انتظام ضربات القلب. أنا لما تزيد على معدل الحرق قاعد أزيد، خاصة إذا كان كافيين ولا كان هرمون الغدة، فيصير عندي عدم انتظام في ضربات القلب، في ناس تدش بجلطة بالقلب. فالتوجه هذا يعني تم استبعاده، وصار التركيز على الإحساس بالشبع والجوع. احنا لو نقدر نقسم، طبعا أسباب السمنة عديدة، فيها عوامل جينية وعوامل يعني مجتمعية أو بيئية، ولكن أنا دائما أقول حق المريض أنه في 4 أنماط للسمنة، في العقل الجائع، القولون الجائع، معدل الحرق البطيء، والأكل العاطفي. فمعدل الحرق البطيء يمثل جزء قليل جدا، أما القولون الجائع اللي هو لما يكون عدم انتظام بكتيريا نافعة بالقولون، الرسالة اللي توصل حق الدماغ أنا أبي أكل، أبي أحتاج أكل زيادة، هذه تكون متلخبطة. فلما أستخدم الأدوية الحديثة اللي تركز على الإحساس بالشبع، اللي هي كل الأدوية هذه قاعد نتكلم عنها، نجاحها أفضل بكثير من الأدوية السابقة اللي تزيد معدل الحرق. مع الأخذ بالحسبان
ان اللي قلته دكتور اللي هو منع امتصاص الدهون، هذا هو دواء الزينيكال او الاورليستات. صح. كان يستخدم بالسابق. شنو مشكلته؟ مزعج. وايد ليش؟ مزعج. لانه كان يسوي مشاكل الجهاز الهضمي، يحرج المريض بالضبط. نعم. غازات وتب كرامه، يعني اسهال وامور هذه، ونقص في الفيتامينات. على شنو؟ على 3%، يعني معدل نزول وزن 3%. الحين احنا قاعد نتكلم عن علاجات قاعد تطيح 10 15 20، ونفس الشركه اللي سوت المونجارو راح تنزل دواء اقوى منه، عباره عن 3 هرمونات بدال هرمونين. الحين الاوزمبيك او الويجوفي هو هرمون واحد، المونجارو هرمونين، ونفس الشركه بتنزل دواء ثاني عباره عن 3 هرمونات. معدل نزول الوزن عند البعض وصل الى 1/3، و 30% حققوا يعني نزول وزن بهالمقدار. بمعنى قاعد نتكلم عن عمليه تكميم. اي ما شاء الله دكتور. الحين يعني على اي اساس تختار يعني مرضاك اللي تعطيهم مثلا مونجارو او اوزمبيك او اي نوع من هذه الادويه؟ اول شيء نبي نعرف احنا قاعد نواجه سمنه ولا لا. طبعا تعريف السمنه هو مو بس وزن زايد ولا حتى معدل كتله عاليه، يعني ان بي ام اي وما نسميه معدل كتله الجسم. لا، احنا ندري ان الحين في ناس ممكن عندهم مثلا 5 كيلو ولا 10 كيلو زياده، ولكن تظهر عندهم مضاعفات السمنه. شنو نقصد فيها؟ السكر، ارتفاع الدهون الثلاثيه، اليوريك اسيد، بل حتى يمكن الام بالجسم بالمفاصل. فممكن انا اشوف مريض مثلا معدل كتله الجسم مثلا 30 31، ولكن عنده كل مضاعفات السمنه، فاركز عليه لاخذ العلاج. في المقابل مرات اشوف مريض شوي وزنه اكثر بس ما عنده هذه المضاعفات، ما عنده مثلا السكر، ما عنده الامراض. فطبعا احنا دائما ننصح في نزول الوزن لان في اثار على المدى البعيد، ولكن الناس مو سواسيه في اختيار منو اللي ياخذ العلاج او لا. يعني بالديوانيه اذا قالوا له لا ايش حقه ما اخذ هالاوبر وانت مو مثلا ضعيف، او خلينا نقول احنا يعني بنظرنا دائما اي احد وسط هذا بالنسبه لنا ضعيف بالكويت. يعني بس نذكرهم ان ترى الدكتور له يعني معايير معينه باختيار هذه الادويه. فهذا الشخص اللي نشوفه احنا ضعيف او وزنه شوي زايد، ممكن هو عنده المساحه اللي يخزن فيها الدهون اقل. احنا ندري احسن مكان الجسم يخزن فيه الطاقه الزايده هو اللي تحت الجلد. هذه الدهون اللي تحت الجلد هي اماكن امنه لتخزين الطاقه على هيئه الدهون. في ناس لاسباب جينيه ما عندهم كميه كبيره او مثلا مخزن كبير لتخزين هذه الطاقه، فيلجا الجسم الى تخزين الطاقه على الكبد، فيصير عندي الشحوم الكبد والتشحم الكبدي اللي هو الايام السبب الرئيسي لفشل الكبد. ممكن يصير عندي ترسبات على القلب، فيصير عندي مشاكل في شرايين القلب، بالبنكرياس، فيصير عندي انا سكر او ما قبل السكر. فهذا الشخص اللي نشوفه احنا بدوانية ولا شيء، اللي لا انت وزنك مو وايد زايد، ممكن هو عنده ترى مضاعفات السمنه، لان الجسم قاعد يخزن هال 5 كيلو زياده على الكبد على البنكرياس، فلا احنا نبي يطيح ال 5 كيلو زياده. فيختلف من شخص لشخص. زين، عندك عمر معين تبدي فيه؟ يعني في مثلا خلينا نقول ما يصير قبل ال10 سنين، ما يصير قبل ال15 سنة. يعني اكيد انا ما اتوقع ان في طفل راح نقدر نعطيه ابره اوزمبك مثلا. صح. بس في عندنا اطفال متان اكيد. اي، وهذه مشكله يعني، يعني مشكله خاصه هالايام. يعني شنو ايش رايك بهالموضوع؟ شو تقول؟ طبعا احنا عندنا الدويين بس اللي نقدر نستخدمهم بالاطفال حق نزول الوزن، ومن عمر 12 سنه، يعني نقدر نقول يعني 12 فما فوق. ولكن انا شخصيا مثلا حتى لما يجي لي المريض مثلا في دار الشفاء عنده مثلا جاي مع ولده ولا بنته وعندهم زياده بالوزن، اول شيء نبي نعرف هذه زياده بالوزن شنو اسبابها؟ هل هي اسباب هرمونيه؟ ولازم نعرف ان ترى اقل من 5% من حالات زياده الوزن تتعلق بالهرمونات. يعني اقصد مثلا ارتفاع هرمون كورتيزول او خمول الغده الدرقيه. ال 95% الاخرى تتعلق باسباب جينيه ونمط الحياه. فاذا شفنا احنا طفل وعنده زياده كبيره، اسال نفسي هل هو عنده مشكله هرمونيه؟ ونطلب له التحاليل، ونفس اليوم خلال ساعتين تطلع معظم التحاليل. بعدين اسال نفسي عن نمط الحياه ومع الاهل، لانه هو بالنهايه اللي ياكلونه الاهل ياكل الطفل. وعندنا احنا قسم التغذيه ممكن يقعدون معاهم يحطون خطه علاجيه. عاده بالفئه العمريه هذه يعني ما الجا حق العلاج الدوائي مباشره. انزين، خاصه ان احنا ممكن شو تقول الدراسات عن هالموضوع؟ في علم او الشركه اللي مصنعه للدواء في سبيسيفيكيشن او عمر معين تقدر تبدا منه؟ فمثلا الشركه اللي تصنع
السماجلتايد سواء كان أوزمبيك أو ويجوفي على اختلاف الاسم بس المركب نفسه، هذه تقول من 12 سنة وما فوق نقدر نستخدمه بشرط أن عندنا السمنة والمضاعفات لها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن احنا تكلمنا عن التغذية والرياضة ونمط الحياة. هذه الشغلات أساسية، يعني الواحد لا يقول ألجأ للإبر رقم واحد، لا، أنا عندي كقاعدة أساسية أبني عليها اللي هو نمط الحياة. إذا في خلل، يعني إذا كان الطفل ماسك الآيباد وكل يطلب طلبات كل يوم مثلا، صح، إذا بنواجه المشكلة هذه ثم نلجأ إلى العلاج الدوائي. فالشركة هذه قالت 12 سنة، المونجارو للحين ما عليها دراسة حق الفئة العمرية، ولكن احنا دائما ندري ان اول ما تطلع يعني اول ما يطلع المنتج اول شيء على 18 سنه فما فوق، بعد كم سنه ينزلون دراسه نفس ما صار ترى مع اغلب الادويه هذا. فالدويين الموجودين هما السكسندا اللي مره باليوم 12 سنه وما فوق. دكتور، هذه الادويه هل لها علاقه بنفسيه المريض؟ اي ممكن، صح، في علاقه لاحظتها بعض الدراسات، يعني مثلا في الدول الاسكندنافيه في طلعت بعض المؤشرات ان نفسيه الناس تعبت، وهذا الهم نلاحظه يعني بين الناس. اول شيء ممكن الشخص اللي قدامي اللي قاعد ياخذ العلاج مو قاعد ياخذ احتياجه اليومي من البروتين والفيتامينات والمعادن، بمعنى ان الشخص بلش العلاج يقز الابر بدل ما ياكل مثلا خلينا نقول كميه كبيره من الاكل فيها المفيد وغير المفيد، صار ياكل كميه اقل ولكن قام يفضل ياكل الغير مفيد اللي كان يحبه، مثلا الدونات ولا الفرابتشينو ولا الامور هذه. اول كان ياخذ احتياجه اليومي لانه كان ياكل كميه اكبر، فصار عنده نقص بالفيتامينات. احنا ندري ان نقص بي 12 فور اكزامبل ممكن يسوي ديبرشن، ممكن يسوي اضطرابات حتى في نفسيه الشخص. فاول شيء نسال نفسنا هل الشخص قاعد ياخذ احتياجه اليومي، ومو بعيده ترى مرات اقول حق المريض اخذ فيتامينز. ما يجيكم شكوى من المرضى مثلا ان احنا لما بدينا ناخذ هذه الادويه صرنا ما نشتهي الاكل خلينا نقول الصحي، نشتهي مثلا الكاكاو والخرابيط هذه اكثر؟ والله بصراحه العكس. صدق؟ اي صراحه إيه؟ العكس، وهذا شيء حتى اثبتت الدراسات، انه يقول لي المريض مثلا ما قمت احب الاكل الدسم، ما قمت احب اكل شيء يمكن لانه يسوي له مضاعفات، ممكن على اساس انه مثلا احنا ندري الادويه هذه ممكن تسبب لوعه عند البعض، صح، دائما الاكل الدهني او الدسم يسبب لوعه، فوايد نسمع يقول مثلا ما قمت احب اكل الاكل الدسم. هو الشخص هذا اصلا اللي بادي هالابر فكرته الضعف وفكرته هذا، المشكله انه مو على الوقت القصير، باكر اذا استمر على فتره طويله بيبدي شويه يلف يمين ويسار وما ياكل الاكل المفيد اللي يقدره. اي، وعلى طاري يعني الكاكاو والحلا، في دراسات الحين تقول ان الناس حتى اللي ما عندهم سمنه، الحين خرجنا برا الموضوع، اللي ما عندهم سمنه ولكن عنده الكريفنجز حق مثلا الشوكلت وابسيشن دائما يفكر فيه. صح. هذه العلاجات تقلل من هذه الكريفنجز، يعني هي بالنهايه تشتغل على المخ. على المخ والمركز الاحساس بالشبع والجوع. فهذا الحين الاحتمال الاول، ان الناس اللي تقول مثلا احس دائما نفسيه او نفسيتي تغيرت، هل عنده نقص بالبروتين؟ هل عنده نقص بالفيتامينات؟ السبب الثاني انه ممكن هذا الشخص عنده مشاكل اساسا بس كان مغطي عليها بالاكل. صح. انا شنو قلت لكم اربع اسباب؟ في الايموشنال ايتر، الاكل العاطفي، انه كان هو مثلا كل ما يعصب او كل ما يزعل او يضايق ياكل، وكان هذا الاكل نوع من المسكن له، شلنا هذا المسكن لانه صار غير قادر انه ياكل فقام يضيق خلقه. أيوة. فصار ان ماسكينج حق مشكله اوريدي سابقه. هذا واضح، بس انا هم عندي تفسير ثاني اتوقع انه هو يمكن شويه منطقي، لما ما اكل وايد احس بخمول. اوكي، اذا انت تاخذ ابر الاوزمبك ولا المنجار وتاكل وجبه باليوم وراح تقدر تاكل كميه اقل لانه بس تشبع بسرعه، صح، اكيد فيك بتكون ضايق خلقك، تعبان، ما فيك طاقه، هالكلام هذا كله طبيعي، خاصه يكون هالشيء، خاصه اذا كان شخص متعود كان دائما ياكل سناكس، فدائما كان عنده مستوى السكر بالدم يصعد، بيكس يصعد وينزل، فصار يحين ياكل وجبه واحده هرمون السعاده دائما، يعني اساسا حتى الاكل ترى هو يرفع هرمون السعاده ويرفع الدوبامين، الكاكاو او حتى الاكل بحد ذاته. لما تشوف مثلا المرضى لما يقول المريض انا اكل بس ترى نص وجبه باليوم، كل ليش مستانس؟ ترى غلط، غلط، اي غلط، الجسم ما ياخذ احتياجه بنص وجبه، زين ما اقدر،
ما تقدر قليل الجرعة انه ما ياكل شيء ايه. اقلل الجرعه يعني اذا واحد مثلا على جرعه معينه يقول انا بالغصب نص وجبه وما اقدر اكل حتى اي شيء ابدي ارجع وهذا خلاص نقلل الجرعه هو بالنهايه ترى ميزان يعني انت تبي تضعف بس هم تبي تعيش هذه نقطه وايد مهمه قلتها دكتور للاسف في وايد ناس يجيبون هذه الادويه من برا او بطريقه ما غير قانونيه اكيد انهم يحصلون عليها من غير وصفه الطبيب ومن غير ما يراجعون مع طبيب مختص مثلك فيعني هذا الشيء يعني ان الواحد يكون قاعد يراجع ياخذ هذه الادويه مو لانه سمع عنها من اخوه ولا اخته ولا الديوانيه مع طبيب شنو اهميتها بالنسبه للادويه هذه مثل ما تفضلتي يعني يفضل بل لازم الواحد ياخذها تحت اشراف طبي ودائما انا انصح ان لا تاخذون من السوشيال ميديا ولا تشترون من حساب الانستغرام لما تدرون هذا الدواء شلون مخزن متوفر بدار الشفاء متوفر الدواء بدار الشفاء مخزن بطريقه صحيحه تم نقله يعني من الموزع الى المكان بطريقه امنه وبحفظ حراره مناسبه وبنفس الوقت نقدر نسوي التحاليل اللي موجوده تطلع خلال ساعتين النتائج فبنفس الزياره يقدر المريض ياخذ الدواء اللي محفوظ بطريقه امنه وعنده نتائج تحاليل تطلع خلال ساعتين بالاضافه الى ان على المدى الطويل راح انت تتابعه وتشوف زياده الجرعات وتقليلها حسب حاجته واذا كان في نقص في بعض المعادن الحديد وهذا نقدر نعوض على طول باستخدام الادويه الموضوع جدا شيق سعيدين بوجودك معنا دكتور أكبر. احمد اسماعيل من دار الشفاء وفاصل ونرجع لكم اليوم موضوعنا عن ابر التخسيس اللي وجد ضده تماما وانا معه تماما خلينا نسولف معك وجد اول شيء منه اللي نقدر نعطيهم ابر التخسيس طبعا انا ضده لان لا اعراض جانبيه وايد كثيره بس حتى الباراسيتامول اي دواء في الدنيا لا اعراض جانبيه صح بس يمكن ما في حلول اخرى لازم ناخذ هذه الادويه بس ابر التخسيس او نزول الوزن ممكن ان احنا نسوي اشياء ثانيه اللي تنزل وزننا انا عندي مو كل الناس ترى عندهم الدوافع ترى الموتيفيشن او الدافع لأن الواحد يسكر حلجة ولا الواحد ما يأكل ويلتزم نظام مو كل الناس عندهم هذه القدرة مهما كان شاطر مهما كان قوي في حياته مهما كان مناصب عالية هذا ما لها شغل الضعف أمام الوجبة اللذيذة وايد قوي وكلنا حتى الناس اللي عندهم إرادة بس الحين نتكلم إنه من أهما اللي مفروض مو مفروض إنه المخولين إنه ينعطون هذه الأبر طبعا اللي يعطونها مفروض إنه الطبيب الغدد الصماء والباطنية أو طبيب متخصص بالسمنة اللي هما عندهم مؤشر كتلة الجسم يكون 30 وأعلى أو إذا كان مؤشر كتلة الجسم أعلى من 27 لازم يكون حالته بالسمنة مصاحبة لأمراض أخرى مثل أمراض السكري ومو قادرين يسيطرون عليها ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب وعدة أمراض أخرى هل تنفع مع اللي فيهم غدة؟ لا طبعا في اشخاص مفروض ابدا ابدا ما ينعطون هذه الانواع من سواء ادويه او ابر اللي هم اللي عندهم تاريخ بالسرطان الغده الدرقيه اللي عندهم تاريخ بامراض المراره والتهاب البنكرياس مفروض انه ما ياخذون هذا النوع من الابر احنا عموما دائما شعارنا كدكاتره وكاخصائيين تغذيه ما ينفع أي شيء تأخذه من الصيدلية من غير إشراف دكتور خصوصاً إحنا عندنا بالكويت الموضوع وايد سهل إنك تقدر تلاقي الدكتور اللي ترتاح له وتقدر تأخذ منه نصيحة ساعات حتى دكتورك صديقك أنت تشوفه بالديوانية تشوفينها في النادي العيادة قريبة فهذا مو موضوع صعب إن إحنا نقدر ناخذ استشارة الدكتور زين أنت شلون تقدرين تخلين المرضى أو من المرضى اللي تخلينهم وتوافقين انها تخليهم ياخذون الادويه مع النظام الغذائي الارتفاعي؟ خليني اقول شيء انا يعني كاخصائيه تغذيه ما المفروض اوافق او امنع، يعني أو مثل ما قلت لك بالاول ان الطبيب هو اللي المفروض ياخذ القرار بهذا الموضوع، وطبعا بعد فحوصات كثيره وبعد تاريخ عائلي، يعني لازم يكون الدكتور او الطبيب دقيق بهذه الشغله، لكن سلمى اللي انا اللي اقوله شفتي لما انت تبين تعالجين مشكلة ويطلع لك مشاكل ثانية زين أنا أحسها كذي يعني أنا بعالج مشكلة السمنة وبعد شوي تلقين كذي بوبس بس هي مضاعفات هذه الإبر ترى مو مثل ما أنت متوقعة يعني إحنا الحين بالمجال ونشوف كمية كبيرة من الناس قاعد يأخذون هذه الإبر
مضاعفاتها قليله. يعني احنا لما نتكلم على الباراسيتامول اللي هو لما يصبرنا صداع نطقطق كنا حلويات يعني صح. اغلب الناس انا ما احب اخذه، واحده من مضاعفاتها يسوي فشل في الكبد. بس هذا مضاعفات. لا بس حتى في بعض الاشخاص وفي بعض من الادويه تشوفين انه بالبريسكربشن في بعض الانواع هي اكثر كثيره الانواع مالت الابر التخسيس، تلقين انه في ممكن انه يصير في التهاب البنكرياس، ممكن انه يصير في التهابات بالغده، يعني هذه الاعراض الجاريه غير وارده بس ممكنه. وبعدين لما انا ابي اعيش، طبعا في بعض الناس تكون اعراضها قليله اللي هي مثلا الترجيع، النوزيا اللي هو لوعه الكبد، الارهاق، التعب، ما يقدر ياكل، قاعد ياكلون تقريبا دكتوره 500 الى 600 سعره حراريه باليوم، وترى اكثرهم يحوش اكتئاب من هذه الابر. الاكتئاب هو المضاعفه الاساسيه انا اتوقع ان هي الشائعه بين المرضى. وبعدين كسل، ما عندهم النشاط اليومي اللي يقدرون يمارسون حياتهم اليوميه. وفي بعض الاشخاص مثل ما انت قلتي لما نقول ان هي مو شغله سهله انك انت تاخذها من شلف او تروح الصيدليه او تدخل اكاونت بالانستغرام تشتريها، غلط. او انا والله صديقتي قالت لي او صديقي قال لي اخذ الابره ترى راح ترتاح، مو صح. يعني لها جدا يعني مضاعفات قويه. وحتى في بعض الحالات ما نقول ان كل الحالات قاعده تسوي انه شلل بالجهاز الهضمي، لان هي شنو على شنو تشتغل؟ على الهرمونات المحفزه لعمليات الشبع اللي هما جي ال بي وجي ال بي 1، تاثر على المراكز الشهيه بالدماغ، بالاضافه الى انها تاثر على بطء عمليه الهضم. بعض الاشخاص طب انا ما ادري هل انا راح يصير فيني هذا العارض ولا ما راح يصير فيني؟ وبالاخر دكتوره انا ليش مو معاها 100%؟ بس اذا دكتور وصفها ما اقدر اقول لا. يعني انا هني اوقف واصير اعطي للمريض شنو النظام الغذائي اللي المفروض يمشي مع هذه. صحيح الإبر. انا معاها صراحه ومعاها 100%. نعم. بس بحدود، يعني الدكتور يعني تنوصف تحت اشراف طبي، مسوين الفحوصات والتحاليل، ويكون لازم في اخصائي تغذيه. نعم. يتابع، لان مشكلتها بعد ما نوقفها يصير في فتح شهيه والمريض اكبر من قبل. فبالتالي لما نكون احنا مع اخصائي تغذيه شاطر. صحيح. مثلك وايد راح تعرف تخلي المريض يمشي على الجرع بطريقه صحيحه اللي واصفها للدكتور، وتدخلين هذه الادويه، وبعدها تدريجيا لما يوقفها هو اوريدي ماشي مع نظام غذائي. زين شنو الاشياء اللي يقدر اذا ما بناخذ ابر، شو الاشياء اللي تخلينا نعادل مستوى السكر عندنا، فاحنا ما ناكل طريقة ما نفتح وايد او تخفف عندنا الشهية؟ شوفي نبي نتفق اتفاق ان اول شيء الإرادة والشهية من هني مو من المعدة. صح. هذا شيء لازم احنا نكون عارفين، لان احنا نكون اصلا شبعانين، نشوف اكل، نشم ريحة اكل، احد يمر علينا بكاكاو لازم ناكل، فهذه هي موجودة بمخنا وبتفكيرنا وبقناعتنا. انا شنو هدفي؟ هدفي اني اضعف لان عندي مناسبة، هدفي اني اضعف، هذا راح يكون صراحة يعني هذه الاهداف قصيرة جدا. لكن لما انا افكر ان انا هدفي الصحة، اني انا هدفي ما ابي امرض، ابي مثلا اتقدم بالعمر وانا بصحة جيدة، صدقيني ممكن اني انا صح. يعني ارادتي تكون اقوى. في بعض المرات احنا نقول في بعض الاطعمة او في بعض الممارسات الغذائية اليومية مثل شنو؟ اللي تخلينا نقلل من موضوع الشهية. اول شيء الريوق او فتح الريج الصبح، ما يصير ناخذ شيء حلو، سواء تمر، سواء عسل، سواء بانكيك ولا هذه، لا، او حتى عصير او فاكهه. خلينا احنا نفتح ريجنا على طعام غني بالبروتين. البروتين هو من الاطعمه اللي تسد الشهيه، يعني اذا انت اكلتي الصبح بيضتين واخذتي معاهم مثلا ساوردو او اخذتي مثلا شيء الحبوب الكامله، راح تقعدين تقريبا فتره 4 إلى 5 ساعات اذا انت مخك ما يبي ياكل. أيه. مو معدتك ما قاعد يدور الثلاجه. اي راح تقعدين 4 إلى 5 ساعات وانت عندك معدل السكر يعني معتدل، وما راح يصير عندك هذا الكريفنج للاكل. الحوار معك ممتع، مع ان انا راح اظل اقول ان انا مع الابر وانت ضد هذا الابر. زين اعطيهم نصيحه اخيره قبل لا نخلص فقرتنا. سكر حلجنا ونطلع فاصل ونرجع لكم. كثير من الناس لما تحوشهم حاله نفسيه او يزعلون او يكونوا متضايقين ومعصبين تلقاهم يروحون ياكلون بشراهه، ياكلون اكل حتى لا هو صحي لا هو زين لهم ولا صحتهم.
والأكل هذا كله طبعاً راح يأثر عليهم على جسمهم على نفسيتهم. ومثل ما احنا عارفين المعدة هي بيت الداء والدواء. فبالنسبة حق الناس هذه احنا راح نتكلم مع زميلنا طبعاً دكتور علي دشتي، راح نتكلم عن تأثير الأكل هذا المفرط، وهل هي يعني هل في شغلة نقدر نسويها أن الشخص اللي عنده مثلاً حالة نفسية وزعلان من شيء أو متضايق أنه يمنع نفسه أو أنه يحد من هالموضوع هذا أنه ما يتجه للأكل بشراهة؟ نعم أسامة، بالفعل كلامك صحيح، وقد يتفاجأ الكثير ويمكن أنتم تفاجئون السادة المتابعين المشاهدين بأن هناك حقائق علمية بأن أكل السكر يحفز خلايا الدماغ. نعم. والكربوهيدرات بشكل عام والسكريات، طبعا هذه مو دعوة ولا دعاية عشان الناس تأكل سكريات، ولكن هذه حقيقة علمية خلينا نتعرف عليها وبعدين نتعرف على شلون تأثر بشكل سلبي وشلون حتى ممكن نستفيد منها، لأن هذا واقع. أكل الحلويات بشكل عام والكربوهيدرات أول شيء يعطي طاقة سريعة للجسم، يحفز خلايا الدماغ أو خلايا المخ، بالتالي المخ يعتبر الحلويات عبارة عن مكافأة، كذلك يفرز النواقل العصبية والكيميكلز اللي في المخ والهرمونات مثل الدوبامين والأندورفين والسيروتونين، وهذه كلها عبارة عن يسمونها اللي هي هرمونات السعادة أو لتحسين المزاج، ففعلا يتحسن المزاج مع أكل الحلو. ولكن عشان لا البعض يقول أن هذه دعوة لأكل الحلويات وكذا، لا إحنا ما نقول الواحد يمنع نفسه، ولكن ما هو عذر مثل ما يقول، مو عذر، هو لا تستهدمون أنه عذر. نعم بالضبط، ولكن هل الفعل يعني عفوا هل الجسم من ناحية الفيزيكالي يحتاج أن يأكل حلويات عشان يحس بمزاج أحسن؟ نعم علميا هذا الشيء صحيح، ولكن شنو الأثر السلبي؟ الأثر السلبي أن كثرة الحلويات وكثرة بعد فترة لما ينزل الأنسولين يصير فيه هبوط ويصير فيه أضرار جسدية وأثار سلبية عكسية. زين دكتور علي، أنا عندي سؤال صراحة كله يحيرني. أنا أشوف أن مثلا وايد قاعد يدزون علينا يعني الحين بالمجتمع أن دائما الإنسان السمين ضايق خلقه، شنو صحة يعني ليش برأيك قاعد يعني الإنسان السمين يكون ضايق خلقه؟ ليش لازم يكون ضايق خلقه؟ يعني أحس إن صاير في اندفاع إنه لازم كل سمين يضعف، وغير إن المشاكل الصحية، بس هل في مشاكل نفسية؟ زين خلونا ممتاز دكتور علي، سؤال وايد مهم، وأعتقد إن يعني هذا الحين يعني بالمجتمع إحنا في ابتلاء بهذا الطرح أو هذا النوع من السلوك، اللي أحياناً أن فعلاً اللي عنده مثلاً وزن زايد أو عنده كذا أن يستحي لازم يستحي الشخص، يعني تحس أنه يستحي، تحس أنه بالضبط. يعني خلنا نقسمها إلى قسمين، إذا كان الدافع أنه والله علشان صحتك ومن ناحية يعني الحفاظ على الوقاية من مثلاً أثار السملة اللي هو الضغط والكوليسترول والدهون الثلاثية وإلى آخره، جيد، هذا شيء زين من باب الحفاظ على الصحة، وهذا ما يتعلق فقط بالسمنة، هذا يتعلق بالسمنة، بالسهر، بالتدخين، بالعصبية، بالنرفزة، بالعدل، بشكل عام كل السلوكيات. فمو بس والله تمتنع أنك أنت ما تكون يعني بهالجسم، لا والله حتى أخلاقك لها علاقة على نفسيتك، حتى طريقة نومك، طريقة تعاملك مع الآخرين لها علاقة على مشاعرك نفسيتك، صح ولا؟ فبالتالي ما نحصر إحنا الأمراض أو الحالة الصحية الجسدية فقط بموضوع السمنة، لا هذا جانب. فإذا كان الدافع المجتمعي الأسري العائلي حق عيالهم حق اللي حوالينهم للحفاظ على صحتهم، ويعني إذا كان هذا المنطلق جيد ما في بأس، بس بدون لا يكون في إحراج وبدون لا يكون في نوع من التنمر أو في نوع من يعني اللي مضايقة لهذا الشخص. في عندنا الجانب الثاني اللي هو السلبي جدا، اللي هو الضغط المجتمعي جاي من البرفكشنزم والكمال، وأن هذه البرمجة السلبية أن أنا مثلاً باختصار ما راح أكون مقبول في المجتمع أو ما يزيد عندي الثقة في المجتمع إلا لما أكون أنا محط قبول عند الآخرين، عشان يقبلوني الآخرين لازم أكون بهذا المظهر أو هذا الشكل. طبعاً هذه برمجة سلبية، فالدافع هي برمجة سلبية في المجتمع ما لها علاقة. يعني قبل لو تسأل أيام قبل يقول لك المتروس ولد خير، يعني المتروس هذا ولد عزج، حين المتروس هذا اللي ما عنده كرش ما يسوى قرش، رجال بلا كرش مثل البيت بلا عفش. هو عموما الدافع المجتمعي اذا كان والله انا اقبلك كذي ما اقبلك كذي، هذه برمجه سلبيه وما هي صحيحه. زين هذا يدفع الدافع الصحي لا بأس، قاعد يدفع الناس الى عمل اشياء صراحه غير صحيه واشياء جنونيه مرات، يدرون ان تضر صحتهم
اوكي هني خلينا نتكلم دكتور عن شنو رده الفعل المناسبه كسلوك لهذا الشخص اللي يتعرض حق هذا النوع من الضغط المجتمعي سواء من الاهل او من المحيط الخارجي. ما يعلق ثقته بتقبل الاخرين له، ما يسعى الى انه والله مثلا لازم انا اكون يعني الكل يتقبلني بالطريقه اللي هم يبوني فيها، ترى حتى على مستوى التخصص والشهاده والدراسه، ابي هالتخصص هالدراسه عشان يقبلوني في المجتمع اقدر باكر والله مثلا سواء اتزوج او يكون عندي واجهه مجتمعيه وكذا، يعني صار حتى الدافع حتى الواحد اللي بيعيش حياته المهنيه ومستقبله علشان المجتمع علشان الناس، لا يكون هذا دافعنا. إذا صار هذا الدافع الإنسان راح يعيش تحت ضغط، راح يتعب، راح يفرز عنده هرمون الكورتيزول، راح يكون عنده حالة توتر وقلق مزمن على المدى البعيد يفقد صحته النفسية. ولازم يكون الدافع شنو؟ دافع يتقبل نفس ما هو الإمكانيات اللي عنده عشان والله شنو التخصص اللي يبي يدرسه، يتقبل مثلا طبيعة جسمه أنه أنا والله أعرض هذا عودة ضعيف أنا عودي شوية مثلا، زين أوكي زاد وزني أقدر أضعف، هذا خيار صح ولا أقدر أحصل على ما انا اشوف يعني نفسي بعين الاخرين اللي هو يسمونه السلف استيم، تقدير الذات، تقدير الذات الانسان يقدر ذاته قبل لا يحصل على تقدير الاخرين له، واحيانا تقدير الاخرين لنا مع الاسف على اشياء ماديه وظاهريه ترى ما يصير. بعض الناس دكتور هم بعد يعني لما يجون يسوون رجيم ما يلقون تشجيع من الغير، ما يكسرون مياديفهم، يحسون انهم يعني ليش انا اسوي كذي؟ فهم نبي ننصح هذول الناس ان المفروض ان يسوون هالشيء حق نفسهم بالضبط مو حق اي احد ثاني 100% 100% يسوي لصحته صح. يسوي يعني دائما احنا نقول لا تنتظر تقدير الاخرين، لا تنتظر رضا الناس غايه لا تدرك. اذا انا برضي كل الناس ما راح اخلص، اسوي الشيء اللي يكون الافضل لي، حتى لما مثلا اسوي نظام يعني نظام صحي شنو اللي انا اقدر عليه؟ ساعات مثلا واحد انا اتكلم عن نفسي يعني يومي يكون جدا مشغول، ما اقدر التزم بنمط صحي معين كرياضه واكل ولكن في احيانا نمط يساعد مثلا صيام متقطع والله صحيح. مناسب شوف شو اللي يناسبك اللي يناسبك بالضبط. بالاخير شنو النتيجه اللي احصل عليها؟ الافضل اللي بالنسبه لي مو اللي الناس يبونها، هذا اهم شيء. دكتور علي يعطيك الف عافيه. عافيك. كالعاده في كافيه كلام دكاتره نجيب لكم خلاصه الحلقه، والحمد لله لازم الحين الواحد مثل ما قلنا يعني يسوي شيء حق نفسه ويعرف شو اللي يناسبه هو وبغض النظر عن شنو يقولون الناس او شنو ثقته بنفسه برضا الاخرين. بالضبط. اتمنى انكم يعني وصلت لكم رساله جديده ومعلومات استفدتوا منها في هذه الحلقه. وصلنا لختام هذه الحلقه، نشوفكم في الحلقات القادمه، مع السلامه.